سي نور الدين. نعم. يلا من الطرائف اللي صارت لك وانت في العمل نتاعك هذا يمتد 40 سنه تقريبا، اهم حاجه قعدت في مخك في ذهنك في فكرك؟ من الطرائف مره ماشي المطر انا باش نغني ونزرب، وعندي زوج عرايس في تونس. اي اسمع هذه عاد، ما هو فما الصلات كثرة الصلات وقلوا المطربين. ماشي ماشي خويا ماشي نقف في الصاله، قلت لهم يا الاولاد هي الصاله وانا ماشي الصاله تاع واحد تقولوا جعيد هذه الصاله واحد. شديت الميكرو عليت على العروسه الفرقه قلت لهم كذا بيتي كذا الى غيره. تقوم انا نغني وام العروسه تغزر لي، بول العروسه حاسين وفيت الغناء شطحت العباد غيري بربي فيني خالتي فلانه خلاص جيت كمل الى مينه خلصت العرس. جاتني مرا عزوزه قالت لي تفضل، قلت لها انت ام العروسه؟ قالت لي هي تعطيني، قالت لي ان شاء الله فرحه الاولاد وفرحه البنات. لا خد العرس العرس جلبوا جلبوا. قلت له يا ولدي يا عم يا محمد، قلت بربي لك مات الفلوس باش نمشي عندي عرس في تونس. قال لي خويا والله الله يرحم والديك ويرحم بيك وشد لي فيه يعطيك الصحه يعطيك الصحه. قلت له طيب انت يعطيك الصحه. انا كان التليفون نقص واستنوا فيه جماعه. لا يا وين؟ قال ويني انا كنت غني مش هذاك العرس. اي غلطت فيه يعني صرت اكيد برشا 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 طرايف برشا طرايف.